توفي اليوم الأحد 14 يوليو 2024 الراحل محمود العليلي نجل الفنان عزة العليلي بعد صراع مع المرض. تخرج محمود العليلي من كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، ومحمود ليس الابن الوحيد للفنان الراحل عزة العليلي، ولكن له أخت تدعى رجاء العليلي الله يرحمه. محمود عزة العليلي كان قياديا بارزا بحزب المصريين الأحرار الذي تشكل بعد ثورة 25 يناير. وأعلنت نانسي جرجس زوجة نجل الفنان عزة العليلي الوفاة منذ قليل على حسابها على الفيسبوك. وكان قد تعرض نجل عزة العليلي منذ بداية شهر يوليو الحالي لأزمة صحية شديدة، إذ فوجئ بإصابته بمرض سرطان الرئة، والذي دخل على إسره المستشفى منذ بداية الشهر الحالي وكان في غيبوبة تامة ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الله يرحمه. وتعالوا نشوف حكاية الراحل عزة العليلي مع الراهب الحافي، وأيضا أسرار أعتقد ما تعرفهاش عن عائلته. توفي الفنان القدير عزة العليلي مساء 5 فبراير 2021 عن عمر يناهز 86 عاما، وأقيمت جنازته بجامع المروة بجوار مستشفى دريملاند. وهناك حكايات وأسرار في حياته لم يعرفها الكثيرون، ومنها علاقته بالراهب الحافي. والحكاية هي أن الفنان عزة العليلي قام بالذهاب للراهب الحافي أبونا دوماديوس قبل رهبنته ليطلب منه أن يعطي دروس خاصة لأبنائه، ولكنه رفض لأنه كان غير مؤمن بالدروس الخصوصية. وبعد إلحاح شديد وتوسيط أحباء أبونا دوماديوس ليوافق على إعطاء دروس الخصوصية لأبناء عزة العليلي، وافق أبونا ولكن دون أن يأخذ أي مقابل، اعتبرها خدمة لصديقه رغم أنه كانوا يطلبونه بالاسم ليعطي دروس خاصة لأولاد الوزراء ومسؤولين كبار بالدولة، ولكنه كان يرفض. وكانت أول وآخر مرة يعطي فيها دروس كانت لأولاد عزة العليلي. بعدها بقليل جدا ترهبا، وجدير بالذكر أن الراهب الحافي كان خبيرا في اللغة الفرنسية. ومن ناحية أخرى، كشف مصدر كنسي في 29 يناير 2021 أن الراهب الحافي القس دومانيوس المحرقي يخضع الآن إلى فحوصات طبية دورية بإحدى مستشفيات القاهرة. وأشار المصدر إلى أن الراهب دومانيوس يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم، وهو يجري فحوصات طبية دورية في هذا الشأن. ولقب الأقباط القس دومانيوس المحرقي بالراهب الحافي لأنه لا يرتدي شيء بقدم ويسير دائما حافيا حتى وقت الشتاء، حيث قال حينما دخل الدير طالبا، قال للرهبان: لا يمكن أن أمشي على الأرض التي مشيت عليها العذراء والسيد المسيح بالحذاء. ومن هذا الوقت لم يرتدي أي حذاء في قدميه، لذلك سمي بالراهب الحافي. ويذكر أن القس دومانيوس المحرقي كان يعمل مدرسا للغة الفرنسية وتدرج فيها حتى وصل إلى درجة موجه لغة فرنسية، وسافر إلى فرنسا وعقب عودته منها ترهبا بدير القديسة العذراء مريم بالمحرق شمال محافظة أسيوط. ده الراهب الحافي أبونا دومانيوس المحرقي. وهنشوف بقى حكاية عزة العليلي مع يوسف شاهين وقال ايه عن زوجته وابنه، برضو هنشوف حتة فيديو بيذكر فيه لحظاته الأخيرة. ايضا من ناحية اخرى وبحس الفكاهة، سرد الفنان عزة العليلي حكاية اختياره للعمل في فيلم الارض قائلا: ذات يوم طرق الباب في 7 صباحا في شقتي، فقمت من النوم حتى أفتح الباب، وأنا في طريقي كنت بنادي: مين على الباب؟ فيرد علي شخص من الخارج قائلا بتكبر: افتح يا ولد. وكنت وقتها متزوجا ولدي ولد،
وعندما فتحت الباب وجدت يوسف شاهين وهو بيقول لي أنا بعتلك، ما جيتش ليه؟ فرديت عليه محدش بلغني، وبصوت عالي قال أنا بعتلك. فرديت عليه اوعى تعلي صوتك. أصبحنا أصدقاء من هذا اليوم، وتم اختياري فعلا لفيلم الأرض. وبعيدا عن الفن، كشف الفنان الراحل عزت العلي قبل 3 أسابيع حينما حل ضيفا ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة البرنامج عن شعوره كجد، ثم تطرق في الحديث لمشواره مع زوجته سناء، مؤكدا على حالة الحب الكبيرة التي كانت بينهما. وصفها بأنها صاحبة الفضل عليه قائلا أنا ما جيش فيها حاجة، دي كانت فظيعة. واستكمل عزت العلايلي ساعات أدوخ وأنا لوحدي في البيت، مش متخيل إني لوحدي بسمع صوتها، وساعات أقوم من النوم على صوتها. أعطتني كتير جدا، مقدرش أوفيها حقها. ثم تابع حديثه عنها قائلا أنا كنت هبقى ولا حاجة من غيرها، هي عارفة كل حاجة وكانت بتخطط لكل حاجة. الله يرحمه. هنشوف دلوقتي ابنه الأستاذ محمود العلايلي وهو بيروي لحظاته الأخيرة. على فكرة ابنه شبهه قوي، وهنشوف دلوقتي برضه الصور. على كده ما حصلش اي حاجه تضايقه او اي حاجه فيها مشكله بالنسبه له او تعكر صفو حياته في الاخر، الحمد لله. وكان عنده خطط فنيه وكان عنده خطط مستقبليه وكل حاجه كانت. لا لا لا، كان عايز يعد. كان تعبان طيب يا خطه مستقبليه. كان تعبان؟ لا لا، كان كويس. في اشاعات طلعت من المواقع ان هو كان مصاب بكورونا. لا لا خالص خالص، هو لغايه اخر يوم كان بيتحرك وبينزل وبيروح وبيجي، يعني زي ما بقول كل حاجة مرت بسلام وكل حاجة عدت في منتهى الهدوء. وأعتقد إن هو يستاهل يعني وفاة زي دي بالسلام اللي هو كان عايش فيه. في حي باب الشعرية بالقاهرة في 15 سبتمبر عام 1934 ولد عزت حسن العلايلي، والذي عرف بعد دخول مجال التمثيل باسم عزت العلايلي، يعني حوالي 85 سنة. لأب يعمل محاسبا بينما كانت والدته ربة منزل، ولديه 5 شقيقات إناث، هن عصمت وعفت وعنايات ونجوات وفاطمة. وفي طفولته كان يقوم ببناء مسرح بداخل الشقة بعد خروج والديه، ويسمح للجيران بمشاهدة ما يقوم به من عروض ومونولوجات مقابل قرش ساغ واحد. وكان وقتها حريصا على الفن والسينما والمسرح، وكان يشاهد أعمال يوسف وهبي ونجيب الريحاني. في عام 1950 قرأ عزت العلايلي إعلانا أمام مكتب أحد المحامين في حي السيدة زينب يطلب من الراغبين بالتطوع مع الفدائيين بالإسماعيلية لتسجيل أسمائهم للمشاركة. ووقتها قرر المشاركة وذهب إلى الإسماعيلية وساهم في نقل السلاح إلى الفدائيين هناك. ولكن بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في منطقة المنشية بالإسكندرية في عام 1954 تم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لمدة 3 شهور، وذلك بعدما تبين أن المحامي الذي سجل اسمه عنده ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن تم الإفراج عنه لاحقا. واعتبر فترة السجن مهمة في حياته، حيث تعرف على كبار المفكرين والمثقفين في هذا الوقت، وبعدها ركز على دراسته حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 60، إلى أن بدأ حياته من مسبيرو، وعمل معدا للبرامج، وذلك كي يتمكن من رعاية شقيقاته بعد وفاة والده. وكان أول برنامج يشارك في إعداده هو رحلة اليوم، والذي قام من خلاله بجولات في محافظات مختلفة في مصر. ظل حلم التمثيل يراود عزت العلايلي حتى حصل على فرصة بالظهور في مشاهد قليلة ضمن فيلم رسالة من امرأة مجهولة، والذي قدمه فريد الأطرش ولبنى عبد العزيز، والذي لفت الأنظار إليه. وبعدها بعام شارك في فيلم القاهرة، وهو إنتاج مصري بريطاني مشترك. في عام 70 كانت الانطلاقة نحو النجومية والتفرد بعد أن شارك بشخصية عبد الهادي في فيلم الأرض أمام محمود المليجي.
ويحيى شاهين، والفيلم يعتبر علامة من علامات السينما المصرية من إخراج يوسف شاهين. وفي هذه المرحلة أيضا قدم عزت العلايلي العديد من البطولات سواء على مستوى السينما أو المسرح أو التلفزيون. وبرغم من أدواره الرومانسية والشخصية الرصينة طوال الوقت، لكنه قدم خلال مشواره فيلما عرف بجرأته بعنوان ذئاب لا تأكل اللحم، والذي تم تصويره في عام 1973. ومؤخرا كشف عزت العلالي بأن كوكب الشرق أم كلثوم ساندته حين تعرض لحالة حزن شديدة بسبب الهجوم عليه بعد عرض أحد أفلامه، فقالت له: تفتكر ربنا اللي حط فيك الموهبة هيتخلى عنك؟ ليتبدل الحزن على الفور ويقرر استكمال مشوار. من ناحية أخرى، وبعد النجاح الذي حققه بدور رابح في مسلسل فتاة ليلى الذي تم عرضه في شهر رمضان، قرر دكتور محمود العلايلي نجل الفنان عزت العلايلي احتراف التمثيل دون أن يبتعد عن عمليه الأصلي كطبيب أسنان، فهو يمارس التمثيل كهواية يعشقها منذ صغر سنه. وبرأيكم هنشوف الصور بتاعته دلوقتي، فهل يشبه والده كثيرا؟ انتوا ايه رأيكم؟ في شبه اكيد طبعا بينه وبين والده. وعلق العلايلي على انه دخل مجال التمثيل بالصدفة عندما عرض عليه المحي منتج يحيى شنب بأدوار بأداء دور زوج الفنانة ليلى علوي في المسلسل، فوافق على الفور لإعجابه بقصة المسلسل والقضايا التي تعالجها. هنا مع ليلى علوي في مشهد من المسلسل. أيضا الدكتور محمود العلالي هو رئيس حزب المصريين الأحرار، ومن أقواله إن الحزب هو الوحيد الذي تصدى للابتزاز الديني، وكان واضحا منذ تأسيسه في توجهه نحو الدولة المدنية والمطالبة بتحقيق المواطنة. ده الدكتور محمود العلايلي ابن عزت العلايلي. من ناحية أخرى، الأحزان كانت تطارد عزت العلايلي حيث توفي مساء الأحد 16 يوليو 2017 ابن شقيقته عن عمر يناهز 45 سنة بعد صراعه مع المرض. وفي حديث أشار العلايلي إلى أن ابن شقيقته كان يعاني من مرض في الجهاز الهضمي والمعدة، ولفت إلى أنه تلقى الخبر بحزن شديد.